مره ابتديتي تصومي كان عمرك كام سنه اول صيام؟ 9 سنين. يعني كنت في تانية ابتدائي كده مثلا، تالتة رابعة ابتدائي كده. سنة تانية قعدت أصوم لحد المغرب. كنت بصوم لحد الظهر وبعد كده بعد كده العصر لحد ما وصلت للمغرب. يوم كامل 7 سنين. يعني كان بيبقى فيه بقى إصرار غير طبيعي إن الواحد يصوم وكده، وكنت ممكن الواحد يفطر كده يوم ولا حاجة، بس كان بيبقى بقى بيبقى زعلان جدا. فترات بقى، مرة الظهر مرة العصر كده يعني. مرة تاكل مرة أهلك. طبعا ده أكيد يعني، ده كل الأطفال عملوا كده يعني. زمايلي مثلا يعني واحنا في المدرسه كانوا ساعات بيبقوا صايمين في اول اليوم، وبعد كده لما طبعا بقى الفسحه بقى بنرجع ونفرهد والكلام ده، طبعا اكيد كانوا بيبقوا بيفطروا طبعا ساعات. ومره فطرت قبل ما انام 5 دقايق عشان حته جبنه كان نفسي فيها. صمت في الاول نص يوم وبعد كده ابتديت اصوم اليوم كامل.